سبحان الله. كتاب يعني الأخت ربدة سعود الكريماني العزمي كانت مع أختي ندى شاعرة أهل البيت والبيت ندى السيد وساج من رفاع معرض الكتاب العربي والكويتي في أرض المعارض دولة الكويت الحبيبة دار الصباح، وعندها كتابين اشتريت منها هذا الكتاب النصيحة بجمل، والثاني نسيت اهديته واحد بعد هم متعلق بالنصايح. المهم انه قلت بقراه عند قبر الوالد سيد ساشم السيد احمد الرفاعي الوزير والنائب الشيخ الطريق الرفاعي الصوفية، وسبحان الله طلع حظ ابو يعقوب. اسمع يا مقبل، هي كاتبه الاخت ربده العازمي سعود الكريماني تقول يا لهوي يا خراشي، والله كلها بنعرف اساسها. بعد تقول الأخت العزمية كثيرا ما نسمع كلمة يا لهوي أو خراشي في المسلسلات والأفلام المصرية، يعني محمود المليجي وغيرهم، حتى أصبح الكثير من المصريين بالطبقات المختلفة يرددون هذه الكلمات من دون العلم بمعناها أو مصدرها، ولهذه الكلمات دلالة على التعبيرات المختلفة، فمنها ما يستخدم للتعبير عن الندم، ومنها ما يستخدم وقت وقوع الكارثة وأخرى الاستنجاد. وفي اللهجة المصرية وعامية المصرية تتساوى كلمة يا لهوي مع معنى مصطلح يا لهوي بالي. إيه صح. يا لهوي بالي صح. يل يلي بالي أو يل يلهوي بالي وأصل كلمة يا لهوي بالي يقول ترجع إلى رجل، اسمع، رجل يدعى لهوي يعيش في قرية ريفية في صعيد مصر. أنت من الصعيد سيدي؟ خراشي عائلة في منها في أسيوط. أيوة ويقال خراشي ده كان قاضي. الله صح يقول لها خراش يعني ولي صالح. المهم وكان اهل المنطقه يستنجدون به هذا يا لهوي عند مرورهم بالازمات والمشكلات منادين له الحقنا يا لهوي، حتى اصبحت هذه الكلمه يا لهوي عاده تقال عند المصائب. اما كلمه يا خراشي تستخدم للاستنجاد وتعود للامام محمد الخراشي، وهو اول شيخ للجامع الازهر في عام 1679، يعني تقريبا قبل 400 سنه. هذول ساده اي والله اشراف حسنيه ام حسينيين مدد اسيوط الفرغلي والسيوطي وابو العيون. وحيث كان الشيخ محمد الخراشي واسع العلم والمعرفه وكان معروفا بانه نصير المظلومين، لذلك يلجا اليه الناس لكي يدافع عنهم ويرد لهم حقوقه. ولد محمد الخراشي في 1601، يعني قبل 444 سنة. صدقون الله. اي والله هذا دعاء. اللهم صلي صلاة كاملة سيد الرفاعي وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى القضاء بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلومة لك 4444. سمونا الصلاة الناجية او التاجية. اي والله قراها بالقزو الصدامي الكبيسيات صوفيات بسوريا، تقول ما مرابح الخطيب وصار التحرير. المهم يقول هني وفي القاهره وتوفي ودفن فيها عام 1690، يعني قبل الله عاش 89 سنه. وسمي بالخراش نسبه الى قريته التي ولد بها، قريه ابو خراش التابعه لمركز شبرا. طلعت مو اسيوط، شبرا خيت في محافظه البحيره، واحدة ثانية يمكن واحد ثاني. وبعد مرور فترة من الزمن أصبحت هذه الكلمات ضمن الكلمات الدارجة عند المصريين، أو هي يعني صح أنت أو هي عند حدوث المصيبة في وقتنا. حتى وقتنا هذا عزيز القارئ أن هذا دليل على مدى قوة الجامع الأزهر الشريف مصر، طبعا جامع مصر العربية، في ذلك الوقت دخولي في حل المشكلات الحياتية في المجتمع المصري لرفع الظلم عنهم وإعادة الحق إلى أصحابه. وصلوا على الحبيب مصطفى نبيها الضيف، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. هني حاطة مثل يقول تقول للأخت العازمية رفلة، رفدة ولا رفلة؟ ربدة سعود الكريبان عازمي الصباحية، والله معهد الإيمان الشرعي، احنا كنا درسنا 8 سنين بالسبعين إلى 80 من أنا أخو القاضي محمد ثم مدرسة واد معهد الإيمان الشرعي بالمنقف. يمهم لا تكون كالبغبقاء ثرثار يردد ما يسمع ولا يفرق بين ما يضر وينفع. والله جزاك الله خير يا أختنا، وهذه سيرتها الذاتية. اي والله هي موجهة مثل أختي ندى بدور سيد الرفاعي، وهذا موقعها. انتم شجعوهم الكويتيات. اي والله يا خرابي، والله هي كشفت السر. هذا الوالد كان ابو يعقوب الرفاعي كله يقول لي يا ابني ركزوا على الفهرس، يقول الفهرس هو كل شيء، يقول معلومات ما قريتوها ابو بكر وعقد اللؤلؤ. شكرا وتقدير.
جزاك الله خير. والله بس الحبيب حلوه مصطفى صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم بضيفه تقول العفه خلق ايماني رفيع فهي لذه انتصار وعليك السلام ورحمه الله على الشهوات والنفس الاماره بالسوء. قريحتي الشعريه فكتبت تقول تظنين الحياه تكون ليلى ومجنونا يغني شعر قيس فلست انا بمجنون ليلى ولا عبدا لطائشة وكأس وما أنا بالذي يقوي ويغوى ويغوي وما أنا بالذي ينسى وينسى فبرهان الإلهي يرى فؤادي بأني لست من عباد إنس ولكن أهواك بعاصمة الواكئة بعاصمة المحية ولا أنسى بها يومي وأمسي فظل الله أسمى منك عندي وإذا ما قمت من قبري ورسمي لقد أخطأت حين ظننت أني أثير غريزة وأسير جنسي فكيف أبيع إيماني وأنسي وحلاوة إذا ما ضاع رأسي فأسمي من جمالك قول فأسمى من جمالك قول ربي ولا يزنون هذا سر بأسي فوصف عبادة أحلى وأزكى وميراث الجنان عزاء نفسي. هذا بنت الجيران تقازلني توفيق حمارشة. سيدي ايش رايك بهالشعر هذا سيدي حسن الله مسلسل جايك الطريق. شكرا سيدي حسن الرفاعي الشاعر الحوراني الصوفي.